ازيكم عاملين ايه؟ وصفتي النهاردة وصفة بسيطة وسهلة جدا، هي كفتة الفراخ البانيه. هنعملها بالكورن فليكس وهنعملها بالبقسماط. قبل ما اقول الوصفة بتاعتي عايزاكم تعملوا ايه؟ تدوسوا على سابسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان تجيلكم اشعارات بالفيديوهات بتاعتي، وتشيروا الفيديو علشان غيركم يستفيد. ما تنسوش المقادير بتاعتي. هنجيب نص كيلو فراخ بانيه ونفرمها كويس جدا، وبعد كده هنضيف عليها معلقة كبيرة من الحليب البودر او الحليب النيدو، وهنضيف عليها معلقتين من النشا الذرة والملح والفلفل والسبع بهارات، وبعد كده نقلبهم كويس جدا مع الفراخ زي ما انتم شايفين. معلش انا الكلافز بتاعي مش عارفة اتحكم فيها علشان انا ماسكة بايدي التانية الموبايل بصور لكم بيه الوصفة بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده نقلب البهارات بتاعتي والتتبيلة بتاعتي على الفراخ كويس جدا، وبعد كده هنصبحها في اسياخ الخشب بتاعت الشيش طاووق. لو عندنا اسياخ صغيرة عادي ما تكسرهاش، لكن لو عندنا اسياخ خشب كبيرة بنقسمها بالنص ونصبحها بقى زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وبعد كده بضيفها في البقسماط، بحط الفراخ بتاعتي في البقسماط بدون بيض ولا دقيق ولا اي حاجة. بعد ما صبعت الفراخ بتاعتي بحطها في البقسماط زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وهنا بعد ما حطينا الفراخ كلها في البقسماط بتاعتي بقت بالشكل ده بالظبط زي ما انتوا شايفين. وانا عملتها على جزئين، الجزء الاولاني عملته بالبقسماط، هعمل الجزء التاني بقى بالكورن فليكس. جبت شوية من الكورن فليكس وطحنتهم كويس جدا، وبضيف برضو اسياخ الكفته بتاعتي كفته الفراخ في الكورن فليكس بدون بيض ولا دقيق. بحط اسياخ كفته الفراخ بتاعتي في الكورن فليكس زي ما انتم شايفين كده بالظبط، هتبقى متماسكه فيها ومش هتقع، حتى لما نحمرها مش هيقع الكورن فليكس ولا هيقع البصمات. هنا بعد ما خلصت الجزء التاني كله اللي في الكورن فليكس نروح بقى على التحمير. ادي حمرت الاول حاجة كفتة الفراخ اللي بالبقسماط، وادي دي كمان كفتة الفراخ اللي بالكورن فليكس، وده الشكل النهائي اللي بعد ما حمرت كفتة الفراخ اللي بالبقسماط. مش عايزة اقول لكم الريحة وهمية فظيعة فظيعة، لا وقع البقسماط ولا حاجة وتحمرت معايا كويس جدا ولا فكت معايا ولا اي حاجة خالص. انا اكلت منها طعمها وهمي وهمي وهمي، جربوها وهتدعوا لي وهتعجبكم، سهلة وبسيطة ومش متعبة خالص. ودي بقى اللي بالكورن فليكس، هو ما فيش حاجة وقعت ولا في حاجة اتفكت ولا اي حاجة من دي خالص، يعني ما حصلش اي حاجة بهدلة لكفتة الفراخ. لان في ناس كتير هتستغرب تقولي انت ازاي يعني اتعملت من غير دقيق ولا بيض، لأ هي اتعملت وتمام وزي الفل. انتظروني ان شاء الله بفيديو تاني جديد بمعلومة جديدة ومفيدة ووصفة جديدة ومفيدة برضو. الى اللقاء.